أنا مصر، أنا مصر، أخرج من قمقمي ماردة، أقول لشعبي لبيك سعديك، إني لعينيك من غيبتي عائدة. غفوت قليلا على ساعد الدهر حتى طوى كي أعود لصحوي عن هامتي ساعدة. قال انهضي، قال انهضي يا أعز البلاد على الله، أنت الكنانة، من رام إيذاؤها رده ربنا جثة هامدة. أقيم في ساءة الصاوي أمسية شعرية للشاعر الكبير أحمد طيمور بحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين والأدباء. هذه الأمسية يقدمها الإعلام الكبير، يقدم فقراتها الإعلام الكبير الأستاذ عبد الوهاب التاية، وتدور حول أشعاري، معظم الأشعار عن الثورة، ومن أحدث دواويني هو ديوان رقم 23 باسم مصر تولد من جديد الذي كان له حظ من الذيوع والانتشار. أيضا هناك أشعار تأملية، وفي بمناسبة كان عيد الأم امبارح، ففي قصيدة لأمي في جنتها، وأيضا توجد بعض القصائد التأملية وقصائد الدينية، خاصة تلك التي يقدمها الأستاذ وجد العرب. يا مصرنا، يا قبلة السماء على خد البسيطة، يا شمعة خضراء أضاءت في الخريطة، بلادنا، لو كنت نهرا ما اشتهيت أن أكون غير نيلك، لو كنت زهرا لاصطففتك الجنود شاهرا دمي أريجا في سبيلك، لو كنت مهرا لانسكبتك الصهيل فوق مرتوي نجيلك، لو كنت بدرا لانقسمت كل ليلة أهلة على مفارق الجريد في نخيلك، لو كنت أنجما لفت أزرق السماء وشعت مثل لوز القطن ضوءا عبقريا في حقولك. لو كنت زهرا لاصطففت كالجنود ناشرا سبيلك، لو كنت زهرا لاصطففت كالجنود. الدور للشعراء طبعا هم طول الوقت يعملون حاجات حلوة، ويهتموا ان هم يعرضوا الأشعار بتاعتهم ويلقوها بشكل جذاب عشان الناس تحب تسمعها. استمتعنا بأمسية شعرية فنية جميلة في أجواء سياسية تعيشها مصر الآن، يكون فيها الفكر والفن والغناء ملهما لأبنائها.